الحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق لحياري. أهلا بك أستاذ فاروق. إذا هناك تعليمات ليتمكن المواطنين من قراءة عدادهم، كيف سيستطيعون فعل هذه المهمة؟ أشكرك اختيارة وللإخوة المشاهدين عبر قناة المملكة. وبالفعل زي ما تفضلت في بداية التقديم أنه هذه التعليمات أتت تسهيلا على المشتركين الذين يرغبون في قراءة عداداتهم ذاتيا وبالوقت المحدد من خلال تطبيقات ذكية خاصة بذلك ومعتمدة. وهذه الخدمة التطبيقات راح تكون خدمة مجانية للمشتركين دون أن يتم تحميلهم أي كلف بهذا الشأن. وبالفعل زي ما تفضلتي بأنه هاي ستساعد المشتركين على تسديد التزاماتهم الناتجة عن استهلاك الطاقة الكهربائية السابقة أولا بأول، والاستفادة من ميزة تسديد فواتيرهم وعدم تراكمها شهريا. نعم هناك معايير بهذه التطبيقات تساعد الإخوة المشتركين بأن يتم قراءة العداد في موعد محدد قبل يوم من الموعد وبعد يوم، وهي نفس المواعيد التي كان يقرؤون فيها القراء العائدين لشركات توزيع الكهرباء. وهذه التطبيقات جاءت تسهيلا للإخوة المشتركين، وسيتم من خلال شركات توزيع الكهرباء أيضا الرقابة على قراءة العدادات أولا بأول. أستاذي، هل هناك تطبيقات معينة تم اختيارها ليتم استخدامها لهذه الغاية؟ بالتأكيد هناك تطبيقات طورتها شركات توزيع الكهرباء بالإضافة إلى تطبيقات أخرى من جهات تقدم التطبيقات، وهذه التطبيقات مجانية. تم التحقق من المعايير التي ستعمل عليها هذه التطبيقات وتم اعتمادها من قبل الجهات المعنية، وسيتم عمل توعية كاملة من قبل شركات توزيع الكهرباء للمشتركين كل في مجال اختصاصه حول استخدام هذه التطبيقات المعتمدة خلال الأيام القليلة القادمة. طيب هل هناك إمكانية لقراءة العداد بأثر رجعي؟ قراءة العداد تتم من خلال القراءة التي تم تسجيلها من قبل العداد، وهي قراءة عن كمية استهلكت سابقا. نعم. إذا كان السؤال المقصود فيه أنه طول فترة القراءة، فنؤكد للإخوة المشتركين للمواطنين كافة أنه طول فترة القراءة لن تؤدي على الإطلاق إلى رفع كمية الاستهلاك على المواطنين وبالتالي إدخالهم في الشرائح العليا أي أسعار الكلفة العليا، لأنه تم وضع ضوابط للآليات وهي ليست لها علاقة بالتطبيقات الذكية فقط، وإنما آليات حتى إذا تم استئناف القراءة من قبل قراء العدادات إذا كانت الفترة مدتها شهرين سيتم تقديم فترة الاستهلاك لمدة شهرين وإصدار فاتورة لكل شهر، وكل شهر يحمل كمية استهلاك، وهذا يضمن أن لا يذهب المواطن باستهلاكه إلى أسعار تعرفة أعلى. بمعنى أنه بعد تراكم الفواتير خلال هذه الفترة يستطيع المواطن أن يدفع فواتيره بالتقسيط؟ موضوع التقسيط والذمم المالية الموجودة ستقوم شركات توزيع الكهرباء خلال الفترة القادمة بدراسة يعني الذمم المالية و ارتفاع هذه الذمم على بعض المشتركين، وهناك إمكانية للتقسيط. نعم. نعم، رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق لحياري، شكرا لك.